الممتاز. قرار سياسي خطأ، النهاردة عايزين قرار سياسي فورا، مش هيستنى كل يوم ضابط يموت، مش هيستنى كل يوم حد يموت. الطلبة الإخوانيين في كل الجامعات، ما تستبعدش عليا، أنت عارف الحقيقة. شبابنا كده مفيش حد بيحميه، حرام عليهم. الإخوان دول لو كانهم السجون، أنا بقول للولاوي لو ما أنتش قد المسؤولية من فضلك الثقيل، من فضلك احمي مصر. لو مش قادر تحمي مصر إحنا هنحميها بدمنا، زي ما قلنا إحنا أولى بالموت مش الشباب. إحنا أولى بالموت. قانون الإرهاب، قانون الإرهاب حطه في الدرج لحد النهارده بيعمل بيه إيه؟ قانون التظاهر. كفاية كده، كفاية بقى. هو لو مش قد إن هو يمسك رئاسة الوزراء ويحمي ولادنا يمشي، خليه يمشي. إحنا مش عايزينه، مش عايزينه، ومش عايزين أي واحد مننا يموت. حرام، حرام كده، حرام. البلد بتقع يا جماعة، البلد بتقع. أرجوكوا عمالين يدافعوا عننا واحنا قاعدين في البيوت. ليه؟ انزلوا انزلوا، ما تسكتوش، خلي الناس تنزل، ما تسكتش، ما حدش يسكت بعد كده. كفايه يا شعب مصر، كفايه. قانون للارهاب، الارهابيين اللي مكانهم الاعدام مش السجون. قانون الاعدام، الاعدام، الاعدام. لحد امتى هنفضل نقول قصاص؟ كفايه بقى، بص لقدام. كفايه الشباب اللي عمال يموت زي الورد. خير الشباب مصر مقدم زي ده معمول، معمول عشانه ايه؟ معمول عشانه ايه؟ عشان يوصل للي هو وصل له ده. حرام عليكم. نعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لو دبوره ونسر وكاب، لو دبوره ونسر وكاب، احنا معاك ضد الارهاب، احنا معاك ضد الارهاب. يا دبوره ونسر وكاب، لو دبوره ونسر وكاب، احنا معاك ضد الارهاب، احنا معاك ضد الارهاب. بقى الوزير الداخليه، احنا بقى كلنا ورا الضباط. لو الحكومة دي مش حكومة، احنا الشعب ورا الضباط، الشرطة والجيش. ينزل ياخد دموع الضباط النهاردة تتحول لنار تحرق بيها الارهابيين. احنا معاهم ووراهم وحنساندهم. لو الوزير بتاعهم مش عارف يساندهم، احنا حنساندهم. مفيش مصالحة ولا ومفيش مصالحة. مصالحة مع مين؟ بتعملوا مصالحة مع مين؟ مع الخونة. لا مصالحة لا مع ارهابيين ولا مع قاتلة ولا مع الخونة. ولو الحكومة عملت مصالحة، ولو الحكومة عملت مصالحة، احنا هننزل الشارع ومش هنروح بيوتنا. انا عايزة اقول حاجة واحدة دلوقتي. انا عايزة افهم الشعب المصري ان الارهاب مش بس الاخوان، الارهاب اللي امثال الناس اللي لسه قاعدة تهيج الشعب زي الاستاذ الضماطي وزي الاستاذ احمد حرارة اللي لسه عمال يطلع يهيج على الجيش ويهيج على ضباط الشرطة. قول ايوه انا بشتم الشرطة، ايوه انا بشتم السيسي، ايوه انا بشتم الجيش. هم دول الارهاب، هم دول اساس الارهاب، هم دول ألعن من الاخوان. لو يا جماعة عايزين نتكلم، عايزين نتكلم يا جماعة. احنا عايش عايزين زيادة. كل شهيد متوفي، كل شهيد متوفي انا قربته. احنا التبرك الخامس ده كله احنا مش عايزينه، لا للارهاب، لا للمصالحة، لا للخونة. كله ايد واحدة، ما فيش قرايب، جيش وشرطة وكله ايد واحدة، كلهم اهلنا. واحنا بنقول له برضه تاني اهو، اهم حاجة واسوأ حاجة الناس اللي بتسهل للاخوان مهمتها، مش الاخوان. الاخوان مكروهين وكلنا عارفينهم، لكن الناس المستخبية اللي بتسهل لهم مهمتهم هم دول اللي خطر، وهم دول اللي لازم نخلص منهم. ما ينفعش يبقوا موجودين وسطنا ابدا. احنا الشعب اللي ناخد قرار. لا الشعب ما بياخدش قراره. اذا كانت الحكومة مرتعشة، لا 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 الشعب يا جماعة بياخد قراره. اذا كانت الحكومة مرتعشة ومش قادرة تاخد قرار تسيبنا احنا الشعب. احنا اللي ناخد قرارنا، احنا اللي ناخد قرارنا. عندنا بكرة 19/11 ننزل كلنا ونقول احنا عايزين ايه. كلنا ننزل ونقول احنا عايزين ايه. اللي بيحصل ده ما يرضيش حد، ما يرضيش حد ابدا. احنا عايزين نقول كلمة لو سمحت. كفاية كده، كفاية خراب، كفاية ايد مرتعشة، كفاية دمار. احنا مش هنعمل مصالحة مع حد. غوروا، مش عايزينكم. احنا عايزين حكومة محترمة، عايزين حكومة قوية، عايزين حكومة تاخد قرارات، عايزين حكومة تحمي الشعب، تحمي الشرطة، تحمي الجيش. مش ممكن، مش ممكن اللي بيعملوه. الضباط دول ذنبهم ايه؟ كل يوم ام ابنها يموت، وزوجها تترمل، واطفال تتيتم، لحساب مين؟ دول شوية ارهابيين، دول قتلة، دول مجرمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ببلاوي.
انت وزياد بهاء الدين والبرعي وكل كل كل واحد من الطابور الخير واحمد المسلماني. يا احمد يا مسلماني انت فاشل فاشل والله العظيم يا مسلماني انت فاشل، انت وكل الحكومه من اول ببلاوي لاصغر واحد فيكم. احنا عايزينهم يغوروا في 60 داهيه، احنا عايزين حكومه محترمه، عايزين دستور محترم، عايزين نطلع من اللي احنا فيه. مفيش بلد في الدنيا بتقعد 3 سنين ثورات، يعني ايه بلد تقعد 3 سنين في ثورات؟ هنجيب فلوس منين؟ وهنتنهض امتى؟ وهنعيش امتى؟ والناس اللي بتكون دي ذنبها ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كل طفل اتيتم فيك يا مصر من يوم 30 يونيو لحد النهارده ذنبه في رقبه الببلاوي وحكومه الارهاب اللي هو بيديرها، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ببلاوي، مليون مره حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.